على فكرة أنا معجب جدا بجرأتك. وبالنسبة لبنتك كانت غلطة مش مقصودة، جت صدفة. هما كانوا مفروض يخطفوكي أنت، بس هي جت في البنت. ما تتصوريش حزنت عليها قد إيه. أنا وقفت دي أحداد، قلبي اتقطع عليها. معقولة بنت بالبراءة دي تموت موتة بالقسوة دي؟ بس رجعت وقلت كل حرب ليها ضحاياها. عارفة الحرب العالمية التانية كام طفل وطفلة ماتوا لما اترمت على اليابان القنبلة الذرية؟ حاجة مؤلمة جدا ومحزنة. بس في الآخر قلت البنت ارتاحت. ارتاحت من حياتها في بيئة قذرة في وسط عالم قذرة. احنا أنضف منك من الأوساخ اللي زيك، ودفر بنتي أنضف من 100 وسخ زيك. الكلام ده يكلفك كتير. تفو كمان كده التكلفة هتبقى أكبر. خرجني من هنا. انت هنا في ضيافة زاهي العتال، وانا بس اللي يقول تمشي امتى وازاي. خرجني من هنا. خلي بالك في بره ذئاب، وانا خايف اتعشوا بيكي. انت خسارة. افتح يا ابني افتح. ألف حمد لله على سلامة الماما. الله يسلمك يا على مهلك يا رب. على مهلك. يلا واحدة 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 يا مسهل. توكل أنت على الله يا صاحبي، روح نملك ساعتين وظبط أمورك ورد آخر اليوم. ماشي، أنا أقول برضه نشتغل نبطشيات أحسن. كفارة يا ماما عطية. كفارة حبيبتي. عايزة حاجة عروسة؟ تعيش يا حبيبي. بقول لك إيه يا ولا، ابقى عدي على البيت هات لي خيارين والإسدال بتاع الصلاة. العين دي والعين دي يا غالي. يلا توكل على الله. تسلم عينيك. اتفضل يا سيدي. بس دي محتاجه دكتور الشيشاري ومصاريف وكده. 200 جنيه هم اللي معايا. تسلم يا صاحبي. تسلم. الجو هنا بقى ايه عطعط، شرح وبرح، يرد الروح ويطيب الجروح. بس انا كنت عايزه اوضه على البحر يا ولد. وماله؟ انقل لك البحر هنا عشان يبقى سيف يوم. سيد مين؟ ده انت سيد الناس. لكن انت هتشحن امك فين يا موكوس يا ابن عطيه؟ عطيه مشحونه في القلب ومنذ الصغر ومن زمان.